من الطبيعي أن يغضب الإنسان لموقف ما، فما بالك بلاعبي كرة القدم؟ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هي لحظات يتمنى لاعبو كرة القدم ألا تحدث إطلاقاً، فهي تخرجهم عن هدوئهم ليرتكبوا أفعالاً يندمون عليها لاحقاً. أقوى لحظات الغضب لدى لاعبي كرة القدم. هنا كريستيانو لا يتمالك أعصابه ويقوم بدفع الحكم إثر تلقيه كرتا أحمر، ويقوم مرة أخرى في لقطة أخرى بدفع غوارديولا مدرب برشلونة، ما أثار غضب وحنق لاعبي البرسا عليه محاولين الثأر منه. في لقطة غير معتادة من ميسي يحاول الانتقام لزميله سواريز بيديه من لاعب إشبيلية. بيبي واتزيكو يحاول كل منهما نطح الآخر ليسقط اللاعب البوسني أرضا محاولا أن يكسب الخطأ. ميسي يؤنب جاري ميدل فيتعارك اللاعبان، ولولا تدخل اللاعبين لتحول الملعب إلى حلبة مصارعة، لكن الحكم يتدخل ويطرد كليهما خارج الملعب. وهنا مبابي يستفز هذا الحارس ويبعد الكرة من أمامه، يندفع الحارس باتجاهه ويسقطه أرضا، وبعدها يحاول اللاعبون التدخل لكن الحكم يتدخل ويمسك بزمام الأمور. وهنا أردا توران لاعب أتلتيكو مدريد يحاول أن يرمي الحكم بالحذاء في لقطة غير أخلاقية من اللاعب.
يتدخل راموس على ميسي ويضربه في وجهه، ثم يعود محاولا للاعتذار، لكن ميسي يبعد يده ويتعارك اللاعبان قبل أن يتدخل حكم المباراة. وهنا إمري كان يعرقل نيمار، فينهض نيمار محاولا ردعه فيسقطه مرة أخرى، فيتدخل اللاعبون فيما بينهم ليأتي الحكم فيما بعد ويطرد اللاعب الألماني. وهنا يعود راموس مرة أخرى ويتدخل على ليو ميسي ليشتبك اللاعبون فيما بينهم، ويقوم راموس بصفع كارلوس بويل ويسقطه أرضا في لقطة تخلو من الروح الرياضية. هنا هذا اللاعب يقوم بدفع مدرب الفريق الخصم لتتحول المباراة إلى ساحة معركة بين الفريقين. أهلا بكم متابعي قناة شاهد تعرف، أصدقاء القناة وأحبة القناة، في فقرة التعليقات في هذا الفيديو. التعليق الأول من محمد حسين يقول: أحلى قناة في العالم، يا رب توصل إلى 10 مليون متابعك من فلسطين. شكرا لك ولكل أهل فلسطين. طبعا الشعب اليمني من أكثر الشعوب وقوفا إلى جانب القضية الفلسطينية، ونسأل الله لكم التحرر من المحتل والمستعمر الإسرائيلي الصهيوني. التعليق التالي من قيصر شحيل يقول: استمر يا مبدع، متابعك من سوريا من دير الزور. شكرا لك يا قيصر، وشكرا لكل المتابعين من سوريا. التعليق التالي من ملاك إبراهيم تقول: بعدين صلاح أحسن لاعب شفته في حياتي كلها. طيب أنت ليش رأيش بأن صلاح أفضل لاعب؟ لكن هناك متابعين آخرين يظنون بأن كريستيانو هو أفضل، والبعض الآخر ميسي. استمر في التصويت، ومحبي صراحة استمروا في التصويت أكثر، لأنه الذي يكون مع متابعين أكثر إحنا عنكم ننزل فيديوهات أكثر. التعليق التالي من محمد صادق يقول: أحبك من العراق، تحية لكل أهل اليمن، أحبك ونحن نحبك أيضا يا محمد، شاكرين لك الدعم والتعليق المتواصل ونشر الفيديوهات والإعجاب والاشتراك كله، شكرا لك يا محمد. التعليق التالي من جلوي أو جلوي الدوسري يقول: ليه ما تسوي مقطع عن تصديات الحارس نوير؟ ليه ما تسوي مقطع يا محمد السويدي أنتم مشعل وهم عبد الرحمن؟ وليه ما تسوون؟ إن شاء الله لك ذلك يا دوسري إن شاء الله. التعليق التالي من عمار مدري إيش، المهم عمار يقول: شكرا لك يا أسطورة على العمل الجبار الذي تقوم به لإرضائنا. شكرا لك يا عمار، شكرا لك على الدعم المتواصل، شكرا لك لتعليقك ولدعمك لنا، شكرا لك. التعليق التالي من مؤيد المعمر يقول: هل أنت حاليا في اليمن؟ نعم أنا في اليمن في العاصمة صنعاء، إذا احتجت أي حاجة بإمكانك التواصل على إيميل القناة. التعليق التالي من محمد صادق: أحبك من العراق، قول اسمي محمد. ها أنت ذا يا محمد، شكرا لك ولكل أهل الرافدين. التعليق التالي من فاطمة بوريحيا تقول: فلسطيني مرة من هنا. شكرا لك يا فاطمة ولكل أهل فلسطين،
وتعليقك كان آخر تعليق معنا اليوم في هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب، لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا نشر الفيديو من أجل أن نستمر في تقديم الأفضل لكم إن شاء الله. أراكم في فيديو آخر.